جانب النائب فيصل كرامي من اللقاء التشاوري لسؤاله عن يعني نتيجة مباحثاتهم مع رئيس الحكومة المكلف وماذا طلب منه نواب اللقاء التشاوري. سعادتك، لقاء كان يمكن قصير، بس هل طلبت أنه يكون لكم حصة بالوزارة؟ لا طبعا، اللقاء كان النتائج المهمة مش مهم الوقت. كان ودي طبعا باركنا له، والحقيقة بالمختصر لأنه عارف أنه هلأ نشرت أخبار، نحن طالبنا بحكومة تشبه حسان دياب، يعني حكومة اختصاصيين نظيفي الكف من خارج المنظومة السياسية، ما فيها محاصصات وفاعلة تكون الحقيقة تقدر تنقذ البلد أو الحقيقة تحد من الانهيار اللي وصلنا له. أخذ عليكم أنه أنتم النواب السنة الستة اللي صوتوا يعني لتكليفه. سيدي، مبارح الحقيقة كان عندي حديث على الجديد، وبرجع بكرر كمان باختصار، نحن كنا أمام ثلاث خيارات، إما الفراغ يلي في ناس راحت ما صوتت لحدا، وبالتالي ما قالت لا للرئيس حسان دياب، وخصوصا انه الرئيس الحريري كان على تواصل معه منذ اكثر من شهرين، او السفير نواف سلام او الدكتور حسان دياب. يعني نحن بتربطنا علاقه شخصيه بالدكتور حسان دياب، ولديه كل المواصفات اللي كانت تطالب فيها الحراك المدني واللي نحن طالبنا فيها، وهذا الحراك الذي حقق هدفين اساسيين: اولا اسقط الحكومه، حكومه المحاصصه الوطنيه وليست حكومة الوحدة الوطنية، وأسقط هذه المنظومة السياسية ومن خلال التسوية الرئاسية، ومن ثم أتى بشخصية الحقيقة يعني تلبي طموحاتنا، شخصية نظيفة وصاحبة اختصاص وتكنوقراط. فلذلك نحن رحنا بهذا الاتجاه هلأ بكل بساطة. الشارع تيار المستقبل غير راضي عن هذا التكليف، وكنت عم تقلي قبل ما نطلع على الهواء أنه عندك رسالة بهذا الإطار. لا طبعا، يعني نحن قلنا، وهلأ الأستاذ جهاد الصماد قال بصراحة أنه نحن مشكلة تيار المستقبل مش معنا. نحن موقفنا واضح من قبل الانتخابات، نحن لم نترشح سوية، نحن ترشحنا نقيض تيار المستقبل، نقيض كل ما يمثل تيار المستقبل اللي أوصلنا إلى ما وصلنا إليه. مشكلتهم الأساسية مع حلفائهم بالقوات اللبنانية، اللي موقفهم الحقيقي هو يلي خلى الرئيس سعد الحريري أنه يعتذر عن قبول التكليف بالوقت اللي كان قبلان لو مشيوا معه القوات اللبنانية. فالمشكلة الأساس مش معنا مع القوات اللبنانية. والشارع اليوم، يعني البعض يرى أنه هذا الشارع من حقه يعبر. لا يعبر طبعا، بس الحقيقة كمان الشارع بده يعرف أنه الشارع في شوارع مقابله، والأمن اليوم الأمن الاجتماعي بخطر، وزعيم هذا الشارع هو يناشد هذا الشارع بأنه يعبر بطريقة سلمية، والدول الأجنبية الأمريكي والأوروبي كمان يناشد بأنه عبر بشكل سلمي. وشيء بشيء يذكر، يعني بالأمس سمعت دولة الرئيس إلي فرزلي يعني حكي بنقطتين الحقيقة. أول نقطة اللي ما هي موضوع الميثاقية اللي هلأ درجة على لسان الجميع، وأنا الحقيقة ما بدي فوت بنقاش دستوري وخصوصا مع أستاذ مثل دولة الرئيس إلي الفرزلي، ولكن يعني إذا كان بالفعل مثل ما هو عم يحكي بموضوع الميثاقية، فإذا هو منه ميثاقي، لأنه هو ما لازم يجي نائب رئيس مجلس نواب، هو لا يمثل الأكثر بالأرثوذكس. وثانيا حكي بموضوع أنه يتفهم ردة فعل شارع تيار المستقبل. أنا لا أتفهم يعني كيف دولة الرئيس إلي الفرزلي اللي هو البرلماني العتيق ورجل الدولة بيبرر أعمال شغب بأملاك عامة وأملاك خاصة وعلى المدنيين، وخاصة على الجيش اللبناني اللي هو العمود الفقري واللي هو حامي الوطن. شكرا لك.